شوف اهي وراها ناشفه او فايزل ده او فايزل اللي هناك اهو. الميه اللي نازله مالهاش علاقه بالصرف، ليها علاقه ان احنا ما بنراعيش ربنا. المكنه بتشيل عربيات حبيبي كابتن يا بتاع الحي، اوقفلوا المشروع ده. الميه اللي واصله على طريق الكبريه مالهاش علاقه بالصرف، ليها علاقه باللي افترى، ليها علاقه باللي افترى. واحنا هنعمل لكل واحد مفتري مشروع؟ ادي البيت بنزل ميه، ادي المطاعم منزله ميه، تتكلم على ايه؟ هعمل مشروع على ما فيش؟ الميه هنا فين المصدره؟ لازم تغسل بيوتها. ايه يا سيد الناس اللي فاتحين الميه دي على البحر؟ ما بالظبط في اللي عندي. مش اسهل حاجه اعمله مشروع بمليار. لا ده كله هيسلك، ده هيسلك بس طفح النار. كل اللي انا باصص عليه محتاج تسليك، تسليك بني ادمين مش مشاريع. في ايه؟ ما هي دي مشاكل الصرف الصحي معاك. دي مش مشاكل صرف، دي مشاكل بني ادمين، دي مشاكل حي. يا فندم دي مشكله من العماره. دي مشكله من العماره انت تحلها. لكن الصرف هنا ده مش لفور، ده تسليك، ده عماره. مسلم لها مدينه مبارك، احنا واخدين ده بتقنيه تمليك. سرقات. مش عارفين نعيش، لا حد عارف يعمل مصاري. برضه وانتوا ما تسرقوش الميه عشان لا أنا لا 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 انا عملكم سرقه على السرقه. حضرتك انا معايا عداد. اديني التليفون عشان اتمم انهم صلحوا. لا حضرتك انا بتكلم عداد. حضرتك انا بتكلم عداد. كل العبارات دي فاضيه ومسروق، ولا حد بيدور عليها بقاله 10 سنين. 10 سنين وتزيد كمان بالحال لحد ما قعدوا فتره طويله لحد ما جت الثوره. اللي خد شقه واللي مهندس ابراهيم. بص يا فندم،